بيظهر عندي في نفس اللحظة بس مجرد ان انا اكون متصل بالانترنت. نبدأ نتعرف على كل تطبيق ومزايا. اتكلمنا عن السحابة التخزينية او الوان درايف معنا صح؟ اللي بنضيف فيها كل محتوياتنا وكل ملفاتنا سواء كانت باوربوينت، سواء كانت وورد، سواء كانت اونلاين، سواء كانت ون نوت او سواي، كل الملفات بخزنه بنبقى على السحابة بالإيميل الشخصي. فقط يكون لدي إيميل شخصي أقدر أدخل أخزن كل حاجة في حاجتي على السحابة التخزينية. طب مين يقدر يشوف الحاجات اللي موجودة على السحابة التخزينية؟ بس أنا. هل حد تاني يقدر يشاركها معي؟ أنا اللي حدد. لو حضرتك كتبت اللينك مجرد ما بتحفظ الحاجة تعمل لها أبلود من الديسك توب أو من الجهاز تبعك وتحطها على السحابة، عايز أشاركها مع الأستاذ محمد أو محمود أو فلان، ببعت له اللينك في اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. مجرد انه هيضغط على اللينك مش محتاج انه يكون عنده الوان درايف، مش محتاج يكون عنده اوفيس، هيفتح له صفحه نت هيظهر عنده المحتوى كامل. التعديل او التغيير اللي هو هيقوم بيه هيظهر عندي في نفس الوقت. اذا من استخدام الوان درايف، دي خلاصه المعلومه بالوان درايف. اكيد بعض منكم حضر الوان درايف بشكل اكثر تفصيلا. تمام. إذا هنا عندنا نقطة تانية كمان هي لها علاقة كبيرة جدا بالوان درايف، الشير بوينت. طبعا في قناة دلوقتي خاصة بالمجلس أو بالوزارة اللي هي الشير بوينت اللي عليها الملفات أو المحتويات أو الأشياء اللي ممكن المعلمين يشاركوها في جميع المدارس زي النماذج التجريبية للاختبارات وخلافه أو الفيديوهات التعليمية. وفي كمان رابط تاني للقنوات التعليمية أو الفيديوهات التعليمية. نشوف التطبيق اللي بعد كده حضرتك اللي هو التاسك. زي الأجندة أو الأشياء اللي حضرتك المطلوب منك انك تعمليها مثلا، او بمعنى اصح مذكره بتفكرني النهارده عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بسجل فيها واونلاين بتديني اشعار على الموقع على الكمبيوتر او على التليفون. طبعا كل التطبيقات اللي حضرتك الموجوده هنا ده ممكن انزلها على الكمبيوتر او ممكن اوصل بيها من التليفون. كلنا معانا التليفونات دلوقتي ما شاء الله فيها احدث تكنولوجيا، اقدر اتوصل بكل ملفاتي من الموبايل. سواء كان واجب، سواء كان اي نوع من انواع ملفاتي كلها او اي تطبيقاتي كلها، من خلال الرابط اقدر اوصل لاي واحد منهم. بعد كده في عندنا الدالت اللي هو عمليه بحث. انا عندي نقطه معينه او درس معين او مشروع معين وعايز اشوف تجارب غيري فيه. اقدر اكتب اسم الموضوع بتاعي وابحث في ملفاتي انا لو عندي قديم ونسيها، او في ملفات الزملاء في نفس المؤسسه التعليميه. من خلال الرابط التطبيق ده.